طيب الشابتر اليوم إن شاء الله مادة الهاش تيبل. بالنسبة للهاش تيبل هو عبارة عن داتا ستراكشر. طبعا هذا الداتا ستراكشر بيستخدم لتخزين البيانات اوبجكتس على شكل كي اند فاليو. راح نشوف هون بعض ال خلينا نحكي التعريف التعريف عن مادة الهاش تيبل. هون بيقول لك انه الهاش تيبل هي عبارة عن كيز اسوشيتد وذ فاليوز ان اماب. طبعا هي بالاصل الهاش تيبل هي عبارة عن ماب من الكيز اند فاليوز تتخزن على شكل هاش تيبل. طبعا الهاش تيبل بيتكون من باكيت اري ومن شيء اسمه الهاش فانكشن. طبعا اذا بتتذكروا الماب اللي اخذناها سابقا في الشابتر السابق كان اسمها ليست بيست ماب. واذا بتتذكروا كانت الكومبلكسيتي لها بيج الاول. الان راح نشوف كيف باستخدام الهاش تيبل راح تصير الكومبلكسيتي افضل من بيج الاول الان، يعني راح تصير افضل ومور افيشنت باستخدام الهاش تيبل. زي ما حكينا هون الهاش تيبل بيتكون من باكيت اري وهاش فانكشن. راح نتعرف على الهاش فانكشن لقدام. نشوف هون شو يعني باكيت اري. باكيت اري للهاش تيبل هي عباره عن اري اسمها ايه، السايز تبعها ان، ونرمز للسايز تبعها ان كابيتال، وير ايتش سيل في هاي الاري، كل سيل في هاي الاري هو عباره عن باكيت. يعني زي هيك صورته بتكون، كل سيل في هاي الاري هي عباره عن باكيت. باكيت زي كيف السطل او الحاويه، تحتوي على تقدر تحط فيها الاوبجكتس او الداتا. هون طبعا كل السيل هي عباره عن باكيت، وكل باكيت ممكن يحتوي على كولكشن اوف كيز اند فاليوز، يعني مجموعه من الاوبجكتس او مجموعه من الانتريز. طبعا هون بيقول لك الان هي عباره عن الكاباسيتي للاري اي. طبعا ان جنرال هون اذا كانت الكيز هي عباره عن انتجرز فاليوز ممكن نوزعها على رينج اوف صفر للان ناقص واحد. ان ناقص واحد اللي هو اخر اندكس في الباكيت اري، يعني من صفر للان ناقص واحد هي العناصر او الاندكسز الموجوده في هاي الاري. فاذا كانت الكيز الموجوده على الانتريز عباره عن انتجر تقدر توزعها، ولكن اذا ما كانت عباره عن انتجر او قيم غير السايز او قيمتها اكبر من السايز ان، في هاي الحاله نحتاج لشيء اسمه هاش فانكشن. طبعا لاحظ هذا بالنسبه لشكل الباكت اري، سميت بالباكت اري لانه كل اندكس منه هو عباره عن ريفرنس يؤشر على اوبجكت يحتوي على مجموعه من الاوبجكتس او من الانتريز. خلينا نشوف شو يعني هاش فانكشن. الهاش فانكشن هو بيعمل مابينج لكل كي من الانتريز اللي جوا الماب، وبيحطها ضمن واحد من الباكتس الموجوده على الباكت اري من صفر لان ناقص واحد، حيث انه ان هي الكاباسيتي للباكت اري. طبعا الفكره الرئيسيه هون في الهاش فانكشن انه يوجد شيء اسمه الهاش فاليو. هذا هيك بيكون الهاش فانكشن. طبعا البارامتر للهاش فانكشن بيكون هو الكي تبع الانتري، وايش بينتج عنه؟ بينتج عنه هاش فاليو. الهاش فاليو هي اللي بتحدد وين بدي اخزن هذا العنصر على الباكيت اري. طبعا هون اشوف لك هذا المثال. هون في عندنا طلع كيف يكون شكل الهاش فانكشن. هذا هاش فانكشن بياخذ كي، لما بياخذ هذا الكي بيروح بيحسب كي مود الان، بيطلع هون عندك واحد من الاندكس للباكيت اري. طبعا لازم قيمه الموجوده هون بتكون قيمه من صفر لغايه ان ناقص واحد، من صفر لغايه ان ناقص واحد. القيمه اللي بتنتج عن هذا الفانكشن، عن هذا الفانكشن بيسموها هاش فاليو. طيب هون بيحكي لك اذا كان في عندي تو اور مور كيز لهم نفس قيمه الهاش فاليو، يعني اذا صار في عندي انتريز لها كيز
إلها نفس الهاج فاليو. في هاي الحالة شو بنعمل؟ في هاي الحالة هاي العملية بسموها كوليجن. طبعاً الكوليجن هون مشكلة إذا كان كل باكيت يأخذ بس one entry, one single entry. يعني لو أرجع هون أرجعك, لو الباكيت الواحد يأخذ one single entry وكان في عندي two entries, الهاش فونكشن طلع الهاش فاليو لهم واحدة اللي هي zero. في هاي الحالة ما بتقدر تحط الاثنين هون. هاي العملية شو بيسموها؟ بيسموها كوليجن. كوليجن يعني إنه يكون في عندي two or more keys أو different entries, sorry, two or more different entries or keys لهم the same hash value, لهم نفس قيمة الهاش فاليو. طيب السؤال الآن للجميع, شو يعني هاش فاليو؟ وإيش دائما بتكون قيمة الهاش فاليو حسب الشرح اللي أنا شرحته الآن؟ آه يا خالد. آه دكتور. إيش رأيك؟ شو يعني هاش فاليو؟ وإيش دائما بتكون الديتا تايب للهاش فاليو؟ إيش بتكون الديتا تايب للهاش فاليو؟ أنا قاعد بتذكر. إيش بكان sort and single entry. Position one and three with a single packets. والله دكتور مش عارف. طه شو رأيك طه؟ سامعني؟ ايش ايش قيمة الهاش فاليو؟ بس في نظرية ثابتة انا حكيتها قبل شوي انه في قيم ثابتة للهاش. اذا كان دوبليكيت, اذا كان نفس الهاش فاليو, اذا كانت نفس البوكيت. زي كيف الجيسون هيك قريب من الجيسون. طيب بدي ارجع فيكم هون. لاحظ هون شوف شو بيقول. دائما الهاش فانكشن بيعمل مابينج لكل كي على واحد من الانتجرز في الباكيت اري, الاندكسز الموجوده في الباكيت اري. يعني قيم دائما, القيم اللي بتطلع من الهاش فانكشن دائما انتجر وهي اندكسز, يعني اندكس موجود على الباكيت اري. يعني يا اما بتكون مثلا في هاي الحاله يا اما تكون صفر يا اما تكون واحد يا اثنين يا ثلاث لغايه عشرة, فهي دائما اندكس. احنا قلنا ان جنرال الباكيت اري نعطيها سايز ان, يعني هاي السايز تبعها كم؟ 11. فهي دائما قيمها تتراوح من صفر لان ناقص واحد. الداتا تايب تبعها دائما بيكون انتجر لانه الهاش فانكشن دائما بينتج قيمة انتجر, دائما قيمته انتجر, ودائما القيمة تبعته ياخذ الكي بينتج عنها واحد من الاندكسز للباكت اري. فالباكت اري قيمها بتتراوح من صفر لان ناقص واحد الى ان هو السايز او الكاباسيتي للباكت اري. فهمتوا كيف؟ بهاء شو رايك؟ شو يعني كوليجن؟ الان حكيتها. أبها كوليجن. في ناس بلش يطلع. أنا موجود يا دكتور. في ناس هرب, وين راحوا؟ كنت سبعة صرت ستة, أو كنت ستة صرت خمسة. دكتور النت عندي بطيء. طيب شو رأيك يا أبها؟ سامعني؟ شو يعني كوليجن؟ ايش يعني؟ ايوه هي مكتوب قدامك. الكوليجن لما يكون تو انتريز او تو كيز, الانتري بيحتوي على كي اند فاليو. تو كيز او تو انتريز لهم نفس قيمه الهاش فاليو, يعني لهم نفس, بينعمل لهم مابينج على نفس الاندكس. في هاي الحاله شو بسموها؟ بسموها كوليجن. الكوليجن اشبه بعمليه تصادم. تمام سامعيني؟ تمام. الكوليجن يعني اذا كان مثلا, اذا كان باعت انا كي انتري فيها مثلا كي اي وفاليو وكي كي اي وفاليو على نفس الاندكس بالضرب هيك. ايوه يعني الان راح تمثل, نبينها في مثال قدام شوي.
اللي هي عملية الكولاجين إنه يكون في two keys إلهم the same hash value. طيب. هون خلينا نشوف شو بيقولك. There are ways of dealing with collision. The best strategy is to try to avoid them. أفضل طريقة إنك يعني تعالج موضوع الكولاجين إنك أصلاً تتفادى الكولاجين. فإذا تفاديت الكولاجين بالدرجة الأولى في هاي الحالة إحنا شو بنقول؟ هذا good hash function. لازم نستخدم good hash function عشان نقدر نتفادى الكولاجين. فال good hash function اللي هو to minimize collisions as much as possible. For practical reasons, we also would like to hash function to a hash function to be fast and easy to compute. لازم ال hash function بيكون سهل, عملية حسابه تكون سهلة وسريعة. طيب ال collision زي ما حكينا في أكثر من طريقة ممكن نعالج ال collision. أول طريقة إنك تتفاداه. طيب الآن خلينا نشوف التكنيك الأول لتفادي الكوليجن إذا حصل. إشي اسمه linear probing. هون شو بيقول لك, is a simple method for collision handling. يعني هي طريقة للتعامل, طريقة بسيطة للتعامل مع الكوليجن اسمها linear probing. في هاي الميثود if we try, طبعا هون بدك تنتبه إنه linear probing تستخدم في حالة إذا كانت البكت array, هاي البكت array هون تأخذ بس one entry زي هيك, ما بتأخذ أكثر من entry. أوكي, فإذا كانت البكت array تأخذ one entry في هاي الحالة بنستخدم linear probing. هاي linear probing. طيب شو طريقة linear probing وكيف نتفادى الكولاجين باستخدام linear probing؟ فهون شو بيقول لك, if we try to insert entry, هذا الانتري into a bucket that is already a qubit where i يساوي هاش الكي, يعني انه هذا الاندكس كان محجوز اصلا, then we try next, نروح نشوف الاندكس اللي بجنبه, فبناخذ الاندكس اللي بجنبه نعمل له موديل ان ونجرب, فاذا كان already محجوز then we try another, يعني نضل نمشي على اللي بجنبه. ها هون في مثال بيحكي عن موضوع linear probing. اوكي ثواني بالله يا شباب, خلينا بس أجهز المثال ثواني. طيب خلينا نشوف هذا المثال. شوفوا لي هون, طلع هون شو بيقول لك, انه في عنا مجموعة من الانترز, هاي الانترز طبعا هو هون بس معطيك الكيز, يعني هاي ال 18 41 22 44 59 32 31 73, هاي بس الكيز من الاوبجكت. يعني ممكن تكون هون ممكن نحط الاوبجكت كامل, يعني كيف يكون شكل الاوبجكت زي هيك كي اند فاليو, بس هو معطيك الكيز. ليش؟ لأنه الأهم الكيز. الآن أنت عشان بس تفهم العملية كيف ماشي, خلينا نشوف. لو أخذنا الكي 18, هاي الهاش فونكشن. هاش فونكشن شو بيقول لك, هاش الكي يساوي K مود الان, موديوليشن للان. طيب خلينا ناخذ 18, هاي 18 اعمل لها مود الان. كم الان هون, كم السايز هون؟ 13. مين معاه كالكوليتر ويحسب معنا؟ مد القسمة صح؟ باقي القسمة, المد اللي هو الباقي القسمة. لاحظ بس مش موجودة الكالكوليتر باقي القسمة. في لها قانون. مش مشكلة, هسه قول 18 ناقص 13 5, إذا باقي القسمة كم؟ 5. إذا 18 مود 13 راح تكون 5. لاحظ راح نجيب ال 18 وين؟ عند ال 5 هون. خليني اكتبها هون, هي 18 عند ال 5. اوكي ثواني. تمام واضح هيك, نجيب بس السبوت, هاي واضحه؟
شو عمل هو هون؟ أخذ ال 18 عوضها هون، مد ال N مد ال 13 بيساوي 5، خزنها هون. الآن نأخذ ال 41، 41 مد ال 13 كم؟ 13 زائد 13 26 زائد 13 ناقص 41 2. 41 مد 13 2 طلع راح تجي هون، فبنروح ناخذ هون نحط 41. اوكي نشوف الكي اللي بعده 22. 22 مد 13 كم؟ 9. 22 مد 13 9. فلاحظ راح نجي هون نروح ندخل ال 22 هون عند 9. صح؟ الآن 44، 44 مد 13 5 هون هون تعرض. 44 بدك تنقص منها 13 13 زائد 13 زائد 13 ناقص 44 5 مزبوط. الآن 44 مد 13 بده يكون 5. طيب الخمسة already taken، تجرب هلا نكست. شو نجرب؟ شو نجرب؟ نقول له 5 زائد 1 6. هي حسب العملية هون. طلع شو بيقول لك؟ هي تروح تقول له الاندكس اللي طلع زيد له 1 مد الان. يعني هون شو بدنا نقول له؟ 5 زائد 1 6، 6 مد ال 13 6. بنحط هون ايش؟ 44 مزبوط. هاي واضحة كيف منها؟ طب 59، 59 7 بدك تقول 13 زائد 13 زائد 13 52 ناقص 59 7. طيب راح يجي هون تمام. فبنروح نجيب هون حط 50 59. اوكي طيب نروح الان نشوف اللي بعده 32. 32 مود ال 13 هي على 8 ناقص قديش قلنا 32 راح يطلع 6. راح يطلع 6. 32 مد 13 راح يطلع 6. طيب 6 محجوز. في هاي الحالة شو بده يساوي؟ بده يزيد على 6 1 يصير 7. مد 13 7. زيد على 7، 7 اوريدي محجوز. فنعمل بروبينج. 7 زائد 1 8. 8 مد 13 8. 8 مش محجوز. إذا نجيب 32 هون. فبنروح نجيب 32 هون. اوكي حطها بهذا الشكل. طيب الان 31. 31 مد 13 ايش راح يطلع؟ خمسة. لاحظ خمسة محجوز فراح يزيد واحد يصير 6. 6 مدة 13 6 زيد 1 بصير 7. 7 مدة 13 7. لاحظ 6 و7 محجوز. ضلك تعمل بروبينج، ضلك تعمل بروبينج لما توصل آخر شيء لوين؟ للعشرة. فبتيجي هون تخزن 31 هون. حط هون 31. نيجي على 73. 73 13 زائد 13 زائد 13
راح يطلع قديش؟ ناقص 70 73، يطلع 8. لاحظ 73 راح يطلع وين هون؟ عند 8. أوكي كمل الآن. وصلنا لهون لل 73. 73 قلنا قديش الناتج بيطلع؟ 8 صح؟ تيكن بيعمل بروبينج، تيكن بيعمل بروبينج، تيكن بيعمل بروبينج. البروبينج دائما يزيد واحد ويعمل مدة 13. طيب ما حداش منكم سألني ليش يعمل مدة 13 مدام انه يزيد واحد؟ بيعمل هيك يا شباب عشان هون لو وصل للأخير، لو وصل للأخير 12. الآن كيف بدي أخليه يلف على الاندكس صفر؟ زيد له واحد بصير 13، 13 مدة 13 بيرجع صفر. عشان هيك احنا دائما بنزيد واحد ونعمل مد، فإذا كانت القيمة أقل من الآن بيظل ماشي خطوة خطوة، لكن إذا صارت القيمة أكثر من الـ من السايز بيرجع بيعمل إيش؟ روتيت، أو بيرجع بيعمل إيش بيسموها اللي هو راب، رابينج على الـ على الأريه، فبيرجع على الإندكس زيرو. أوكي فهون 73 راح تيجي تتخزن عند الاندكس 11 70 73. اوكي يا شباب، هاي بالنسبة للتكنيك اللي اسمه لينير بروبينج. هاي بالنسبة للينير بروبينج، فاللينير بروبينج هي تكنيك بس بشرط انه لازم يكون كل سل من هاي الباكت اري بيأشر على اوبجكت واحد فقط، على انتري واحد. يعني في الباكت اري كل سيل فيها بتاخذ 1 انتري، ما بتاخذ اكثر من 1 انتري. هاي بالنسبه لللينير بروبينج. خلينا بس نعمل ديليت لهاي الارقام، طبعا هي هيك محلوله بالشكل الصحيح. طبعا في لينير بروبينج هون شوف، بتتذكروا انتم الفانكشنز اللي اعطيتكم اياها واجب المره الماضيه اللي سالني عنها، اللي هو اسايمنت 4 اللي سالني عنها خالد. نفس الفانكشنز الموجوده في الماب في الشابتر السابق اللي هي فايند وبوت واريس، الثلاث هذول بس باستخدام تكنيك لينير بروبينج. فخلينا نشوف الفايند هون، عمليه الفايند. لاحظ هاي الخوارزمية تبعت الفايند. طبعا هذا عملية الفايند أو السيرش على الهاش تيبل باستخدام اللينير بروبينج. شوف هون ياخذ الكي، أول إشي بيروح يحسب الهاش فاليو للكي، فبيطلع عندك إندكس. بيخلي هون طبعا البوينتر، أو هاي عبارة عن زي كاونتر، بلش من زيرو عشان يعمل إيش؟ لوب. اللوب هاي هون مسميها طبعا في البسيدو كود مسميها ريبيت. يروح ياخذ القيمه الموجوده على الهاش فاليو، طبعا هاي الباكت اري ال اي كم، فبيحطها في سي. اذا كانت نل في هاي الحاله ايش بيرجع؟ بيرجع نل. يعني ايش معناته هذا؟ انت بتبحث عن كي غير موجود، لانه القيمه الموجوده الاوبجكت الموجود على الهاش فاليو نل، خلاص معناته برجع نل مباشره. اوكي بنرجع نل مباشرة ونقول له القيمة غير موجودة. طيب else إذا كان c.key، c اللي هي الأوبجكت الموجود على الباكت أري في هذا السل، جيب لي الكي تبعه. لاحظ بما أنه entry بقدر أستخدم معه الميثود key، جيب لي الكي تبعه. إذا كان يساوي هاي الكي معناته برجع الفاليو، خلاص أنا لقيته. طيب إذا ما ساوى نرجع في هاي الحالة بروح على else، بروح بعمل probing، بزيد على الاندكس اي زائد واحد وبحسب لها مد الان. هي عمليه البروبينج وبخزنها بالاي. طبعا الكاونتر هون بنزيده بمقدار واحد، هذا الكاونتر اللي بلش من صفر نزيده بمقدار واحد، وظل الف حتى تصبح قيمه الكاونتر عدد عناصر الاري. نظل نلف حتى بتصير قيمه الكاونتر نفس عدد عناصر الاري. في هاي الحاله بس بطلع. طب اذا لفيت عليهم كلهم وما لقيت العنصر اللي بدور عليه، في هاي الحاله شو بنرجع؟ نل. حالة واحدة برجع قيمة العنصر اللي بدور عليه، قيمة أو الفاليو، إذا لقيته أصلاً، إذا لقيته برجع القيمة. لاحظ عملية السيرش هون في اللينير بروبينج سهلة جداً.
ما بدها اختراع طبعا، بس هي بجزء الطلاب مرات بيطلعوا على شكل البسيدو كود فبيفكروا صعب ولا هو بسيط جدا. ايش رايكم، مين فاهم هذا الفايند؟ والله يا شباب اللي فاهم شرح الفايند بس يعمل ريزنج هاند. ولا واحد فاهم؟ رافع الا ايدي مش مبين عندي. كيف تعملها؟ طيب في ثلاث نقط على في ثلاث نقط على اليمين مكتوب عليهم مور، تكبس عليهم في ريز هاند. طب ما بدك تعمل احكي انك فاهم. انا مش فاهم بحكي عشانك. طب انت فاهم هلا؟ هو هذا الفولت بياخذ كي ها؟ نعم، هذا بيبحث عن الكي في الهاش تيبل، بدي يبحث عنه. كيف يبحث عنه؟ اول شيء بيفترض انه موجود على نفس قيمه الهاش فاليو، فبيروح يحسب الهاش فاليو للكي. فليش برجع له الهاش فاليو؟ هي اندكس. الان ببلش طبعا هون بيعمل كاونتر من صفر، ببلش بيقول له طيب القيمه الموجوده على الاري على هذا الاندكس، القيمه الموجوده على هذا الاندكس خزنها في سي. اذا سي نال معناته مش موجود، مو سي الاندكس او السيل value. الفاليو اللي موجوده هون هي عباره عن اوبجكت، فاذا نال مش موجود. طيب اذا مش نال، اذا ما كانت نال وين بنروح؟ نروح نشوف طيب نرجع الكي من هذا الانتري. اذا الكي بيساوي قيمه الكي هاي معناته رجع له الفاليو، ما سواش معناته روح اعمل بروبينج، روح على الاندكس اللي بعده وزيد الكاونتر بمقدار واحد. ايش اللغه دي؟ هاي مش لغه، هذا بسيدو كود تقدر انت تكتبها بالمعكوسي بالنسبه، تكتبها جافا اسهل شيء تكتبها بالجافا. لا بس تفهم تمام يا شباب. طيب نروح على البوت، عمليه الاول البوت، خلينا نشوف البوت او الاريس في البدايه. الاريس هون زي ما حكينا راح يعمل سيرش على الانتري، فاذا الانتري كان موجود استبداله بافيلبل، ما كانش موجود الانتري هذا بيرجعنا. البوت راح يعمل لوب يدور، طبعا راح ياخذ الكي بيحسب الهاش فاليو، بيعمل لوب يدور على هذا الكي، فاذا كان موجود راح يعمل له موديفاي، لانه زي ما حكينا البوت بيعمل موديفاي، ما كانش موجود كان افيلبل او امتي، في هاي الحاله بيعمل له انسيرت، لانه البوت زي ما حكينا في الماب بيشمل عمليتين اللي هم الموديفاي اند انسيرت. هاي بالنسبه لكل شيء بالنسبه للمابينج او الهاش تيبل باستخدام اللينير بروبينج. مين من الشباب، مين من الطلاب عنده اي سؤال على موضوع اليوم؟ تمام دكتور. طيب بالنسبه المحاضره طبعا راح تلاقوها موجوده هون. بالنسبه للاساينمنتس بدي من الكل الرجاء انه يتسلموا الاساينمنتس اللي طلبتها منكم جميعا، واحد واثنين وثلاثة واربعة. انا مستغرب يعني جيت هون على اساينمنت 1 لقيت يعني بس اعمل لوجن، لقيت مش الكل مسلم باساينمنت 1، اربعة بس، اربعة في اساينمنت 1، غريب. طب كم واحد مسلم باساينمنت 2؟ دكتور انت اعطتنا كويز كمان بالجامعه. بعرف اعطيتكم كويز. شو رايكم اعطيكم كمان كويز اونلاين؟ ايش رايكم؟ تمام، في شيء مشكله جد يعني كويز راح يكون نفس الوقت المحاضره، بنحدد له خمس دقائق وبجيب لكم خمس اسئله ماشي، والاسبوع الجاي كمان ناخذ كويز. تمام دكتور مش مشكله. طب نحدد ماده الكويز، حدد لكم ماده الكويز. هسه دكتور اذا انت بتاخذ راينا شوف باقي الطلاب مش رايي. طيب ماشي، في حدا عنده اعتراض؟ انا عندي. ليش؟ أنا ما عنديش مشكلة. ما عندكيش اعتراض، مين عنده اعتراض؟ طيب أنا عندي فكرة، ناخذ كويز تجربة خليها دكتور مش مشكلة. نجرب تجربة.
شوف كيف. خلينا ناخذ كويز على الباينري سيرش تري ماشي تمام، ناخذه يوم الاربعاء هون بس على الباينري سيرش تري، خمس اسئله خمس دقائق تمام. اذا غيرت رايي مثلا زدت المده او هيك بحكي لكم. الاسبوع اللي بعده ناخذ كويز هون على ماده المابس تمام، واللي بعده بنروح نعطيكم على الهاش تيبل، فكل تشابتر ناخذ عليه كويز. تمام تمام. طبعا راح نحكي عن كيف الكويز وكيف اليته وكيف نسلمه، مش صعبه يعني، راح لاقي لكم اليه يعني بتكون الجميع متفق عليها. المره الجايه ان شاء الله بخبركم عنها. اتفقنا؟ تمام تمام. طيب الله يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله. بس دكتور ممكن تحط انه الواجب تسليمه يوم الاربعاء؟ هسه بمدد الواجب أربعة يوم الاربعاء. هذا الواجب أربعة وكمان يوم هسه بمدده ليوم الاربعاء. ماشي، في اي شيء، اي طلبات، اي سؤال؟ أربعة شو بيكون التاريخ؟ اليوم الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، هي التسعة، 29. دكتور تفتح لنا واجب رقم واحد. ماشي، ايوه واجب رقم واحد. ليوم الاربعاء. تمام تمام. غيره مين عنده طلبات؟ واجب اثنين وثلاث حليتوهم كلكم؟ انا اثنين وثلاث اظن حالهم. هاي كمان واجب اثنين ليوم الاربعاء. طيب شو كمان؟ واجب ثلاث. طبعا هذا آخر تمديد. واجب ثلاث. سبعة بس مسلمين. طبعا يا شباب راح يكون في علامات على هاي الواجبات، يعني هي المصدر الوحيد اللي راح نحط عليه علامات. الرجاء الكل يهتم ويسلمها. أي سؤال؟ لا دكتور. طيب الله يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله المحاضرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام.